محافظ صلاح الدين يتفقد المراكز الامتحانية ويبحث مع الأمم المتحدة أوضاع النازحين ويناقش ثوابت السلم المجتمعي مع رئيس مجلس العشائر. لأول مرة في تاريخها مشروع صرف الصحي ينقذ مدينة بيجي من غرق الأمطار، وإشادة حكومية وشعبية بكفاءة الشركة المنفذة. المزارعون يشكون مضاربات بتسويق الحنطة في الإسحاقية، ومطالبات بمفارز مرورية توقف ضحايا سباق الشاحنات على الطرق. السوداني يرفض النهايات السائبة للجرائم في العراق، ورئيس الجمهورية في أربيل للتهدئة وبدائل العفو العام تشغل السجون.